نازل من البيت زهقان كده، فقلت اما اعدي على ويلز. ويلز زي ما احنا عارفين وكيل اس واي ام في اسكندريه. قلت كده اما ابص بصه كده على المعرض واشوف اخر اسعار الموتوسيكلات وصلت لايه، والاكسسوارز والزيوت والكلام ده. لورد تو بالالوان الجديده بتاعته، الفيدل 3 بالالوان الكحلوقي كده واللبني والاصفر، تمام. الجيت 14 الكربراتير والانجكشن، وطبعا الجيت 60 انتوا عارفينه بتاعي ده اللي هو الجيت اكس، والتريلا والكروزين ليفل الوحش. الجيت اكس دلوقتي سعره عامل حوالي 43,000، الجيت 14 الانجكشن عامل حوالي 38,000، هو طبعا 37,900 وكسر، فهو يعني ايه انا بجيب لكم يعني ايه بشكل عام، يعني عامل حوالي 38,000. الكربراتير عامل 32,000، الفيدل 3 عامل 26,000، الاوربت 2 عامل 19,350. وفي كمان تشكيلة الخوز دي بصراحة حلوة جدا. عندنا الخوز الـ L-Stool Hub، دي أنسب خوز للسكوتر، وتعتبر الحاجة الاقتصادية الوسطية المهلبية المقلية اللي هي الحاجة الحلوة. رنجها بيلعب كده إيه من 800 لـ950. وكمان عندنا الـ L-Stool Pull، خوز برضو الصراحه حلو قوي. بصوا الخوزه دي عجباني قوي يا جماعه، خوزه شيك قوي قوي قوي. اسعارها بتتراوح ما بين 2,400 لـ2,800، يعني في الرينجات دي كده. وطبعا زي ما انتم شايفين عندهم اللوك اللي هو بتاع الديسك اللي بيتحط في الديسك، عشان لو حرامي فاسق حاول ان هو يسرق السكوتر بتاعك يزمر السكوتر بسرعه. خوز الكنترول دي على فكره حلوه جدا، فول برضو عامله في رينج 900 جنيه، خوز حلو قوي. عندهم زيوت موتيول، بصراحه عندهم كل انواع الزيوت، يعني انت لو عايز تتغدى وتبلع بزيت عشان تسلك معدتك هتلاقي كل حاجه في الموتيول، في الموبل، كل حاجه، كيكس، كل حاجه موجوده ومتاحه. وكمان لو انت نزيه قوي وصريت وحلو كده تمام وروش، في بقى الخوز اللي هي السكوربيون اللي هي بتخش بقى الحاجات الاوريجينال، بس طبعا ايه هتخش على فلوس اوريجينال، تمام. يعني عندك الخوزه السكوربيون الهاف دي هتخش لها في 2,400، عندك الخوز البل دي اوريجينال برضه هتعملها في رينج 5,000. بصوا يا جماعه خلينا متفقين ان الخوز الاوريجينال فلوسها فيها، انا عارف ان هي غاليه وثقيله بس بصراحه تبقى سيفتي بجد. عندك تشكيله جوانتيات رائعه، تمام، رائعه. كل انواع الجوانتيات بكل الاصناف والاشكال والكاتيجوريز معاك من 250 جنيه ل 900 جنيه. بصراحه برضو من الحاجات اللي عجبتني عند الناس دي قوي الضمان، عندهم على السكوتر بيدوا ضمان سنه او 6,000 كيلو.